يعطيكم العافية يا شباب. نحن اليوم معكم فيديو مثل ما شايفين على البحر. الفيديو اليوم وموضوعنا عن صيد الكالامار. اجينا كتير اسئلة عن صيد الكالامار ووعدناكم نعملكم فيديو. اليوم انا مني لحالي بالفيديو، معي ضيف. هلأ بتشوفوه للضيف، حنشرح لكم عن طريقة صيد الكالامار، عن التولز اللي بنستعملها او الادوات ليكون صيد الكالامار ناجح، عن الاسلوب او التكنيك اللي بنستعمله بصيد الكالامار، وين بدنا نوقف، وكتير نقط غيرها. بدي اطلب من الكل يعمل سبسكرايب، كمان يفعل زر الجرس وتحضروا الفيديو للاخير. خلال الفيديو حيمرق معنا معلومات مهمة، فبتمنى منكم تحضروا الفيديو على الاخير وتكتبوا لي تحت رأيكم بالتعليقات. مثل ما قلت لكم مني لحالي بالفيديو، معي اليوم اليو. اليو حيشرح لنا اكثر عن صيد الكالامار. اليو كتير عم يجينا اسئلة عن صيد الكالامار، شو الطريقة، شو التولز، شو التكنيك، فياريت بليز بتفسر لنا اكثر. يعطيكم العافية جميعا، معكم اليو. نحن اليوم بدنا نشرح لكم، نحكي لكم اكثر عن صيد الكالامار، كيف بيتم صيد الكالامار، وين اللوكيشن، كيف بدنا نتصيد. هلا اول شيء مثل ما بتعرفوا جميعا، نحن عنا هيدي اللي بنسميها الاجي او سمكة الكالامار. هيدا نحن هيدي الاجي بدنا نمثلها بطريقة انه هي تبين as a live bait او طعم حي لحتى الكالامار نحتال عليه ويجي بالنهاية ياكله. مثل ما تكون شايفين هيدي، هيدي هي اللور تعيت الكالامار اللي بنسميها الاجي، او بنسميها هي بتشبه الاريديس شريمب بيت. هيدي هي اللي بنحتال فيها على الكالامار، او بنعمل سيميوليشن، او بنعمل له عرض ليجي ياكلها ويعلق هون. عشان هيك شكل السنانير تعليتها هيك حتى يعلقوا بايديه للكالامار. تنتصيد كالامار الاساس يكون معنا قصبة، تكون الراس تبعها يكون طري مشان نحس بالكالامار هو وعم ياخد الاجي. ولهيك القصبة بده يكون تقريبا الكاستينج ويت تبعها 7 to 25 او 7 to 25 جرام، او الاجي سايز او سمكة الكالامار 1.5 to 3. واجمالا القصبة بده يكون طولها بين 2.75 to 3 meters اللي هو البرفكت سايز لنصيد فيه كالامار. واجمالا بده يكون الجايدز على طول فوجي جايد. وكرمال الريل بده يكون معنا ريل سايز 3000 او 2500 مثل ما نكون شايفين، يلي هي بتكون مثلا شيمانو او دايوا او اني سينج يكون براندد، لانه بالنهايه ما راح نكب مصرياتنا على تاكل اخر شيء نكبهم بزباله. فمثل ما تكون شايفين هيدي هي الريل. والجير ريت شو تبع اكيد بده يكون بين ال 5 وال 6، بتكون سبيننج ريل مش باور جيل ريل. هلا رح نركب هيدي الريل على القصبة ونرجيكم شوية تكنيكس، نرجيكم شوية اجيز، شوية سمك كالامار، نحكيكم اكتر عن الخيط، عن الليدر اللي بدنا نستعمله، ونرجيكم how to use them. شرحنا لكم عن الريل وعن القصبة، بس نحن بدنا نحكيكم عن الريل نحن شو حاطين عليها لاينز، شو حاطين عليها خيطان، تتعرفوا شو هو الخيط المناسب لحتى نتصيد كالامار. هلا انتم مثل ما انكم شايفين هون، نحن حاطين braided line 14 lb اللي هو 14 lb، او فينا نقول PE1 اللي هو لازم يكون خيط حرير رفيع. مثل ما انكم شايفين هون هيدا خيط فاريفاس مثلا PE1 خصوصي لصيد الكالامار. ولحتى نرجع نحكيكم اكثر، نحن حاطين مع الخيط الحرير او braided line حاطين خيط فلورو كاربون اللي هو هذا بنحطه قدام خيط الحرير لحتى الكالامار ما يشوف الخيط، يلي هو هون 10 lb او 14 lb. واجمالا بنحط طوله بحدود المتر ونص والمترين. اول خطوة عم ندخل الخيط بالقصبة مثل ما انتو شايفين لحتى نبلش الصيد. نحنا مرقناه بالجايدات هدول كلياتهم اكيدة. هلا عم نفوته بهدول الجايد ورا جايد جايد مثل ما نكون شايفين جميعا. اوكي، بعد ما نفوتو منجيب الاجي، هيدي هي الاجي، ونحن حاطين عند الاجي سناب. هيدا السناب
او اللي بيعيطوا له مدور، هيدا نحن بنستعمله لحتى نغير سمكه الكلامار، لانه في كذا كونديشن لحتى نحط سمكه كلامار. هلا بنحكي عن كل كونديشن بالوقت اللي جاي، فانا هلا رح نربط لكم اياها. هلا ما في ربطة معينة لحتى نربطها، كل واحد على قد خبرته، بس انا اجمالا بربط يوني نوت مثل ما نكون شايفين هيك، عشان بدي برمها هيك واحدة من هون واحدة من هون واحدة من هون وهيك. اوكي ونحن صرنا ردي تنبلش صيد. هلا اكيد كلكم عم تسالوا نحن وين لازم نصيد كلامار. اجمالا نحن الكلامار مندور على محلات صخر او روكي ارياز مثل ما نكون شايفين نحن هون بقلب مثل الخليج كلياته صخر. هلا اهم شيء لصيد الكلامار انه الارض تبعيتنا تكون صخريه فيها جوا الرمل وفيها بحص، هيدي اكيده. وبدنا نحكي عن شغله اساسيه انه بدنا نهرب نحن قد ما فينا من التيار. المناطق اللي فيها تيار قوي ما بتجيب اجمالا كلامار، فنحن لهيك مثل ما نكون شايفين التيار جاي من هون، فنحن بنستغل الفرصه وبنصيد ذروه التيار من هيدي الميله. وفي عنا هسه كمان كذا نوع سبوتس، عنا مثلا باي او يلي هو خليج بورز محل ما بيصفوا البواخر، عنا محلات صخر، عنا شطوط، في عنا كذا احتمال تنصيد فيه كلامار. هلا انا بدي اعطيكم ملاحظه كثير مهمه بصيد الكلامار، انه هو من الاساس تكون طعميه سمكه الكلامار او الاجي ماشي بعكس التيار لحتى يجي الكلامار ويلقطها. اذا كانت ماشي مع التيار في احتمال كثير كبير تروح سمكتنا معلقه بالصخر او مقطشه او الكلامار ما يشوفها، لان اجمالا الكلامار بيمشي عكس التيار مش مع. مثل ما انتم شايفين نحن هون عنا سمك الكلامار، نحن عنا different shapes different colors different sizes، بيختلفوا بين قياساتهم بين الوانهم بين اشكالهم. فهلا رح نحكيكم عن هيدي النقطه اللي هي نقطه كثير اساسيه. اول شيء نحن مثل ما شايفين عنا هالاجي الصغيره وعنا هيدي الاجي الكبيره، او سمكه كلامار صغيره سمكه كلامار كبيره. امتى بنستعمل الصغيره امتى بنستعمل الكبيره؟ مساله بسيطه جدا، انه نحن بنستعمل الصغيره اول ما نبلش موسم الكلامار، يعني فيكم تقولوا من شهر ايلول لحديت شهر تشرين الاول مش اكثر من هيك، لانه دغري بيكبر الكلامار. واذا بدنا نجي نحكي عن السمكه الكبيره اجمالا كل الموسم اللي هي بيجي سايزها 3.5 تقريبا او 3.5، فهيدي بنستعملها فيكم تقولوا من تشرين لاخر الموسم اللي هو ايار او اواخر حزيران. وهذا احنا هون حكينا بنكون عن السايزز. هلا اذا بدنا نحكي نحن عن الالوان، مثل ما بتعرفوا عنا شيء راتلينج بخش، عنا شيء جلو، عنا شيء يوفي جلو او اللي بيسموه الكامورا جلو، وعنا كمان الاجي اللي بطنه احمر واللي هي مثل ما نكون شايفين هيدي. هلا امتى بستعمل جلو امتى بستعمل الخشخيشه وامتى بستعمل البطنه احمر؟ هلا اول شيء اذا بدنا نحكي نحن عن الجلو، اجمالا الجلو نحن بنستعمله بالليل او اذا كان مي عكره. ليش بالمي العكره؟ لانه بمي العكره الكلامار بيبطل عنده فيزيبيليتي قوي، فبيصير يلحق حيالله شيء بيعطي حراره، فمش هيك فينا نستعمل جلو نحن بالمي العكره. اذا بدنا نحكي نحن عن هيدي اللي بتخشخش، اجمالا هدول اللي بخشخشوا بيعيطوا للكلامار بيجذبوه. يعني اذا كنا نحن عم نصيد على مي غمقه مثلا او عم نصيد على محل واسع، مجرد ما احنا استعملنا شيء بخشخش اذا في كلامار بالمنطقه نحن بنجذبه، نعمل له مثل اتراكشن، يعني مثل تيزر فينا نقول للكلامار، لهيك بنستعمل بتخشخش. اذا بدنا نحكي عن البطن احمر، اجمالا اذا كانت ليله قمر وكثير المي رايقه وفيري كلير ووتر بنستعمل اللون الاحمر، بيعطيه مثل سيلوات قويه للكلامار او بيعطيه خيال قوي، فلهيك هو بحب كثير لون الاحمر وبيشوفه. هلا اذا بدنا نحكي نحن عن السينكينج ريتس، نحن عنا البيزك عنا الديب وعنا الشالو. شو هلا مثل ما انتم شايفين نحن عنا كذا نوع سينكينج ريت للاجيز، عنا البيزك
عنا الديب وعنا الشالو، يعني هيدي بتغرق عميت مهلة، هيدي بتغرق بسرعة، هيدي بتغرق وسط. امتى بنستعملهم؟ كيف في اعرف الفرق بيناتهم؟ اوكي، الديب اجمالا بتجي رصاصتها كبيرة، أي. او بتجي على الكارتونة تبعيتها مكتوب ديب سينكينج، يعني بتغرق بسرعة. اوكي، يعني تقريبا كل متر بتنزل ثانية. وعنا البيزك اللي هي بتجي النورمال اجمالا 3 اربع سمك الكلامار بيزك، يلي بتجي تقريبا بكل متر بدها 3 ثواني. وعنا الشالو او اللي بتغرق عميت مهلة اجمالا بكل متر بدها 5 ثواني، كمان بيجي مكتوب على علبتها. كأنه شايف قالي وانا في شيء له دنب في شيء ما له دنب، شو الفرق بيناتهم؟ اوكي، هلا هدول اللي لهم دنب اجمالا هيدي الميزة ما اجت غير معي ماشيطة. هيدا الدنب بيعملوه كرمال اذا كان في تيار. هي الاجي بس تغرق هيك، اذا كان في تيار بتصير بتلعب هيك وهيك 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 فاينلي بتجي معلقه بالصخر. اوكي، هيدا الدنب بيحميها من الاجي من التيار، بصير قد ما يكون في تيار بيخبط فيها هون هي عندها ستابيليتي، بتضلها مراجل شي حاله وعم تنزل السينكينج تبعها ستيدي مثل ما نكون شايفين. هلا الشالو نستعمله اجمالا لمي كتير قليله، يعني 1 متر واقل من هيك. وكمان الديب سينكينج اذا مي غميقه، مي 10 امتار وطلوع. والبيزك اجمالا بنستعمله من مي مترين لحديد 5 امتار او 7 امتار او 6 امتار او يلي هو. رحنا نصيد كلامار، في اكسسوارز اساسيين وما فينا نتخلى عنهم، واللي هن من ضمنهم اللاندينج نت او الشبكه. لشو بنستعمل هيدي؟ كتير ايام الكلامار بيبقى داري بالاجي بشرشوبه واحده او بوان تنتكل او باجر واحده، فكتير احتمال انه يفلوت، لذلك احنا بنستعمل لاندينج نت تساعدنا نفوت الكلامار. وكتير ايام بيكون الكلامار كتير كبير فما فينا نحن نشقله من المي، فما عنا خيار غير نستعمل لاندينج نت لانه الخيط تبعنا رفيع فكتير احتمال انه يقطش الخيط. هلا اذا بدنا نحكي نحن اذا عم نصيد كلامار بالنهار، انا بحب استعمل صراحه عوينات بولورايزد. ليش بنستعمل عوينات بولورايزد؟ لانه عوينات البولورايزد ببطل في المي بتبطل تلمع، فاذا كان في حيالله كلامار لحقنا او شيء بنشوفه عن بعد بلا ما تلمع الشمس بعيونا ولا لحتى يكون في اي خيال، فبيكون كل الفوكس تبعنا على الاجي اذا كان لاحق كلامار او لاحق شيء شغله. واذا نحن بدنا نصيد كلامار بالليل شيء كتير اساسي يكون معنا هيد لامب او اللي هو ضو الراس، اجمالا بنستعمله لحتى نشرش فيه الاجي بضو ونشرش فيه الاجي، ولحتى كمان نحطه على راسنا اذا كان عتم او بدنا نقشع الصخر او شيء بنحطه بهالطريقه ونضوي قدامنا بنقشع كل شيء دار منظارنا اذا لحقنا كلامار او اللي هو. لانه بس يكون هيك حيالله تيك صغيره للكلامار الاصلي بتعلى هيك بهالشكل، نحن بنعرف انه علي معنا كلامار ومشي. مثل ما شرح لنا إليو بحاول يعمل سيميليشن وعم يرجع يعمل ريل ويرجع ينزل الأصبع حتى أول ما كنت تاخدوا حبة الكلامار وليكوا إذا وضح لكم الخيط كيف مشدود أو محرب الخيط، حتى بس ما تاخدوا حبة الكلامار يعرفها دغري إنها علقت. وهيدا من أهم التكنيكس اللي بيستعملوه الأنجلرز أو الصيادين المحترفين كرمال يتصيدوا الكلامار. شايفين الخيط كيف مشدود والرود كيف موجود بايده البوزيشن تبعها. اول ما تاخذوا حبه الكلامار فورا بحس عليها
يعطيكم العافية جميعا مثل ما عودناكم على صفحة برو فيشنج. غدا حبة كلامات وغدا أحلى فيديو لخينا محمد. أنا بنصحكم تتصيدوا كالامار من وقت مغيب الشمس أو غروب الشمس لحد الفجر، النتائج بتكون أفضل بكتير من صيد النهار. وما تنسوا الاشتراك بالقناة، يعطيكم العافية.